السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماجد العيدي من إكسترافا جيمينج، وفيديو اليوم هو على ريميك لعبة رزنت إيفل 4. إيه سمعتوني صح، ريميك رزنت إيفل 4. فطلعت مصادر موثوقة من داخل كابكوم وعطتنا معلومات وايد، أحرقت تويتر والإنستغرام وكل المواقع والبلوجات الجيم قاعد تتكلم عن هذا الخبر، اللي أنا اضطريت أني أسوي لكم فيديو عشان أكلمكم عنه. الخبر كالآتي: أن الريميك راح ينزل في 2022 بعد الجزء الثامن، ان الريميك فقط حق اجهزه الجيل القادم، يعني ذهب قراشاتك، لازم تشتري جهاز وهم تشتري اللعبه. الريميك هذا راح يكون ماسكه شخص اسمه تتسويا مينامي. تتسويا مينامي هو عنده استوديو اسمه M2، وهذا الاستوديو هو المسؤول عن الريميك. اللي ما يعرف تتسويا مينامي، وهو كان موظف سابق في كابكوم، بعدين صار موظف في بلاتينيوم جيمز ومسك بلاتينيوم جيمز فتره، وطلع وسوى هذا الاستوديو، وهو رفيج مقرب حق عراب سلسلة رزنت إيفل اللي هو شينجي ميكامي، يعني اللعبة حاليا بإيد آمنة، وإن أيضا كابكوم راح تساعده في تطوير هذه اللعبة. وهذا الاستوديو ساعد كابكوم بشغل لعبة رزنت إيفل 3، يعني استوديو أوردي عنده خبرة بهذه النوعية من الألعاب. ثاني شيء، إن كابكوم طلبت أو شيء من شينجي ميكامي إنه هو يمسك المشروع، لكنه رفض وقال لهم إنه هو فعلا يحثهم يسوون ريميك، لكن هو ما يقدر يشتغل عليه لأنه عنده لعبة قاعد يشتغل عليها، وبس اكتفى إنه يعطيهم بعض النقاط، وهم مدح تتسويا مينامي انه هو الشخص المناسب لهذه اللعبه. طبعا لعبه رزنت إيفل 4 هي لعبه اسطوريه ومعروفه بين الفانز ان هي من احسن العاب، بل مرات يقولون هي الاحسن بالسلسله. هذا الجزء باع فوق 7.5 مليون نسخه حول العالم، ونزل على البي اس 2 وعلى الجيم كيوب وعلى الوي وعلى 360 وعلى البي اس 3، وايضا نزل على البي اس 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. هذا الجزء يعني وين ما نزل حقق نجاح، فسالفه انه له جزء ريميك راح يكون شيء خيالي، خصوصا مع الجرافيك الجديد ومع أجهزة الجيل القادم، هذا اللعبة تكون مناسبة. وأعتقد أن كابكوم، هذا طبعا برأيي الشخصي، أن بسبب أخبار الجزء الثامن راح يكون بالمنظور الأول وطريقته غير وشوية عامل مفتوح، يمكن هذا جزء راح يرضون فيه الفانز. طبعا هذا الاستوديو هو استوديو من خارج كابكوم، لكن موظفينه هم موظفين سابقين في كابكوم بلاتينيوم جيمز، لهم خبرة كبيرة داخل ألعاب كابكوم. لكن السؤال هو ليش تم الإعلان على الخبر الحين؟ هل بسبب الغضب اللي صار على أخبار الجزء الثامن، أم للأفراح الفانز، أم هي ثقة زايدة من كابكوم؟ على العموم أنت أعطونا رأيكم، هل تشوفون هذا الجزء يستاهل ريميك؟ خصوصا أن هذا الجزء والناس تشوفونه بيرفكت، ليش تسوي له ريميك؟ أم لا لازم نسوي له ريميك؟ وإذا أنتم تبون ريميك حق هذا الجزء، شنو ودكم تغيرون؟ كتبونا بالكومنت تحت أراءكم عن هذا الموضوع. كان معكم ماجد العيدي، يعطيكم العافية على حسن المشاهدة وحسن الاستماع، ومع السلامة.